اهلا بحضراتكم من جديد، مكملين النهارده حلقتنا مع ابطال العاب القوى، ولكن هيكون دلوقتي مع البطلات. بطلاتنا هنرحب في البدايه بمرام محمد شبانه صاحبه 16 سنه وذهبيه القرص. اهلا بيك يا مرام. اهلا بحضرتك، منورانا والف مليون مبروك على ده. الله يبارك في حضرتك. بنرحب بشاهد محمد صاحبه 18 عام وصاحبه الذهب في الزانه وايضا برونزيه التتابع. اهلا بيك يا شاهد. اهلا بحضرتك، منورانا في قناه الاهلي. ميرسي. مرحبا. طب ابتدي معاك يا مرام، يمكن زي ما سألت عمر واحمد كان معانا في الفقره الاولانيه، اتأهلت ازاي بطوله عربيه؟ اتأهلت، الموضوع يعني كان في تحديات كتير قوي لان انا سني صغير، انا اصغر واحده 2006. ربنا يحفظك يا رب. فالموضوع كان في ناس، كان في كذا حد في الاتحاد مش موافق ان انا اسافر اصلا، بس يعني كابتن ياسر طبعا واقف في ظهري، وكابتن ياسر فرج مدربي، كابتن ياسر داوود طبعا معانا على طول طبعا طبعا. فكابتن ياسر واقف معايا كتير لحد يعني الحمد لله طبعا تعبنا كتير لحد. طب خليني اسالك، يعني انتوا لما بتتاهل لبطوله بيبقى في بطوله جمهوريه، لعبت بطوله الجمهوريه؟ لعبت بطوله الجمهوريه واخدت فيها مركز تاني. خدت مركز تاني وطلعت بناء عليها البطوله العربيه. وردك بالذهب ده انت رديت على كل المشككين فيك. الحمد لله. الحمد لله. طبعا الحمد لله. من كل اللي شككوا فيك ان انت صغيره وانت بتلعبي مع ناس عمرهم 18 سنه و 19 سنه. اكيد طبعا طبعا. طب المركز الثاني معاكي كان مين في البطوله العربيه؟ المركز الثاني كان بسنت. بسنت من مصر. بسنت من مصر. عمرها كام سنه؟ اكبر مني بسنه، عشان هو في خمسه. ما شاء الله اصغر. الحمد لله. طب اللاعبات العرب، فاكره التوانسه تونسيات كان اعمارهم كام؟ كان في واحده 2006 معايا، وواحده تقريبا 2005، وواحده تانية من الكويت 2005 برضه. يعني يعتبر انا اصغر واحده وواحده تانية بس. اصغر واحده بس انت اصغرهم. ولكن الحمد لله. الحمد طب واحنا دلوقتي بنقول بقى فين الناس اللي كانت بتشكك في مرام وتقول مش رايحه وبتاع؟ احنا ردينا دايما النادي الاهلي بيرد في الملعب. طبعا طبعا دايما النادي الاهلي في الاول. برافو عليك، الله عليك يا مرام ما شاء الله. طب خليني اجي لك يا شاهد، يمكن نفس الكلام، تاهلت ازاي؟ انت ما شاء الله بتلعبي زانه وتتابع، يعني بتلعبي كان اول مره العبه تتابع وخدتي برونزيه، بسم الله ما شاء الله. طيب خلينا نتكلم في لعبتك الاساسيه الزانه، اتاهلت ازاي بطوله عربيه؟ كان في بطوله جمهوريه لعبتها واخدت فيها مركز اول وبس، اتاهلت منها بطوله عربيه. فاكره الارتفاع كان كام؟ 53. 53. طب انت في البطوله العربيه حققتي كام؟ 53 برضه. برافو عليك. على فكره انا لسه كنت بقول لعمر واحمد انه في العادي لما بتشارك في بطوله دوليه كبيره زي كده بتجيب رقم اقل شويه من رقمك عشان الرهبه يعني والخضه البطوله، بس كونك تجيبي رقم تحافظي عليه بدا بيه ده حاجه كويسه. طيب مين اللي بعديكي كام؟ واحده من قطر. قطر. بس هي تونسيه بس متجنسه قطريه. يعني اغلب القطريين بيكونوا مجنسين. طيب وهو فاكر حقائق كام؟ 43. 10 سم ده كتير. طب انت جبتي 53 من المحاوله بكام؟ الثالثه. الثالثه يا خبر ده، انت بصي. طب الاولى والثانيه عملتي فيهم ايه؟ فشلتهم، وهي كانت قبلي. انت قصدتي تفشليهم؟ لا 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 طبعا. لا قصدتي لي فشلتهم. لا ما كانش قصدي. ده كده اكسبريشن فشل. كنت بتوقعي العارضه. بتوقعي العارضه. طيب والثالثه بقى انت داخله بتقولي يا ربنا. طب ايه اللي خلاكي، طب الواحده ما يفشل في الاولى والثانيه؟ طب انت كنت داخله الاولى والثانيه ارتفاع كام؟ هو 53 برضه. طب المفروض بقى الثالثه انا داخله قلقان انزل شويه. لا ما هو لا ما ينفعش انزل بقى. ليه؟ هو يرفع يا العب ال يعني في طب دي معلومه حلوه، ان انت لما تخش اول محاوله دي لازم تكون ما تقلش عنها. ما ينفعش يعني تنزل، تاخدها تدريجيا لفوق مش تدريجيا لتحت. اخر محاوله دي بقى كانت بالنسبه لي الصراحه كانت صعبه قوي، كانت اخر محاوله ليا، يعني خلاص يكسب الماتش يخسر. هي كمان يعني كنا هناخد محاوله محاوله عشان احنا كنا متعادلين. فلقيت ان الصراحه ناس كتير قوي واقفه بتشجعني، ومنتخبات تانية كتير قوي في مدرجات واقفه بتشجعني، فقلت حرام الناس دي كلها تروح زعلانه، حتى اهلي ما ينفعش الناس دي تروح زعلانه. فخلاص ركزت ثانيتين كده وقلت انا هطلع اعديها، وطلعت الحمد لله عديت. برافو عليك. طب لما نزلت من ارتفاع على البساطه خدت نفس كده اللي هو الحمد لله. قلت الحمد لله. لعبتي انهي الاول، التتابع ولا الزانه؟ لا الزانه، التتابع ده كان اخر يوم خالص. فتح نفسك بقى. الذهب فتحت نفسها. قالت لك والله لازمكم كلكم. لعبوا لي اي حاجه. ايوه انا جاهزه. طيب ليه اخترتي العاب القوى؟ يعني مين اللي وجهك؟ انا كنت بتمرن جمباز الاول، وبعدها كان عندي اختبارات كده في المدرسه، فالكابتن نقى كده كام حد فعمل لهم اختبارات تانية لوحدهم واتقبلت، وبس كنت بتمرن الاول حواجز. بعدها الكابتن بتاع الزانه شافني، ف
فقال لي تعالي جربي وشوفي اللعبه وكده، فاول ما شفتها حبيتها الصراحه وكملت فيها. يا قلبك يا قلبك، لعبه صعبه يا قلبك يا قلبك. طب اجي لك يا مربي، يعني ليه ليه العاب القوه؟ نفس السؤال، يعني ليه اللي خلاكي توجهي لها؟ هو يعني مش بالاختيار، يعني هي جت كده، يعني جت بالصدفه تقريبا. ازاي؟ بنت خالتي كان برضو في المدرسه بيشوفوا لعيبه يعني جسمهم ينفع وكده، فراحت وبعدها اتمرنت يومين، قالت لي ما تعالي كده شوفي. طب هي اتمرنت فين؟ في الاهلي مع كابتن عيد. قالت لي تعالي كده شوفي الموضوع حلو، فروحت ما كانش في دماغي قوي، اللي هو عادي انا رايحه مثلا اتسلى، رايحه النادي الاهلي مع كابتن عيد. فمره على مره بقيت بقى اللي هو لا انا عايزه احبت التمرين، عايزه اروح لما اتاخر شويه، لا انا بجري علشان اروح التمرين. طب موضوع عرفنا ايه العاب القوه، طب ليه القرص؟ انا كنت بلعب. دي صوره ليك يا مرام صح؟ اه ما شاء الله. دي كانت فين؟ دي كانت في بطولة العرب. دي بطولة عرب، ودي بقى كلكم المنتخب كلنا. اه صحيح؟ كل الصور دي بطولة عربية. طبعا عمركم ما هتنسوها طبعا دي. طبعا. طيب ليه القرص يعني؟ خلاص رحنا العاب قوة، مين اللي وجهك في القرص؟ مين قال لك؟ كابتن عيد طبعا، هو شافني ان انا انفع في القرص. انا كنت بلعب جلة الاول، كنت بلعب جلة وقرص، وبعدين بقى بقيت كل تركيزي يعني في القرص بس. طيب اول بطوله دي اول بطوله خارجيه ليك ولا أو اول بطوله خارجيه؟ اول بطوله تركبي فيها الطياره. دي حقيقه احساس جميل ان انت اول بطوله خارجيه تاخدي فيها ده. احساس حلو جدا ما يتوصفش، ورفع علم مصر وحاجه يعني تفرح بصراحه. الحمد لله. انت في سنه كام؟ اولى ثانوي. لسه صغيره خالص ما شاء الله. ان شاء الله تبقي بطله كبيره اولمبيه باذن الله. باذن الله. وطب شاهد برضو قولي لي، يعني دي اول بطوله خارجيه ليكي برضو؟ نفس الكلام، كلكم نفس الكلام. وطب قولي لي يعني احساسك ايه وانت برضو نفس الكلام اللي قلته لمرام؟ يعني هل انت احساسك يعني كاول بطوله خارجيه تلعبي فيها وما شاء الله تجيبي برونز وذهب، احساسك ايه؟ كنت حاسه اني شايله مسؤوليه كبيره قوي، وكنت بقول لنفسي اللي هو لازم اكون قدها، لازم اثبت حضوري، لازم اثبت، لازم ارفع علم مصر. والصراحه كان احساس جميل قوي. اول حد كلمتيه بعد ما خدتي ده؟ مامتي. الله. اول ما خلصت المحاوله كلمتها على طول. قلت لها ايه؟ قعدت تعيط وهي تعيط وانت تعيط. ايوه. مفيش كلام. ايوه. قلت لها ايه؟ قولي لي. ذهب يا ماما. قلت لها مامتي اخدت اول وبس، فضلت تقول لي مبروك ما شاء الله وكده. طب وانت مرام اول التليفون؟ ماما برضه. ماما برضه. ماشي يا عم. انا كنت نفس الكلام برضه؟ طبعا. ايه بقى اخدت ذهب يا ماما ولا قلت لها؟ اخدت ذهب يا ماما، قالت لي انا كنت متاكده ان انت قدها الحمد لله. كانت مبسوطه جدا. طب وبابا فين؟ وبابا طبعا كلهم كلموني. بس الاول ماما. الاب غلبان بيجي بعد كده مفيش مشكله. لا. بس اللي معروف ان الاب يعني الاب حبيب بنته. ايوه. قلت بقى انا كل اللي جم قعدوا هنا عندي على طول يقول لك كلمت بابا. بصراحه انتوا اول ناس يقولوا انا جايب هدي النفوس. بابا وماما دايما بيدعموني في كل حاجه، يعني بجد معايا في كل حاجه، في كل خطوه. انا بتمرن من 7 سنين. ما شاء الله. بقى لي 7 سنين بتمرن، فهم معايا خطوه بخطوه وما بيسيبنيش ابدا، ولا هم ولا اخواتي. تقولي لهم ايه؟ قال لهم شكرا. شكرا. شكرا بجد. إيه شكرا. طيب ده فيديو ليك يا مرام اهو، يمكن دي انهي رميه؟ دي الرميه اللي اخدت فيها اول. اه بسم الله ما شاء الله. بس انت يعني ما شاء الله جسمك قليل بس عندك تكنيك عالي، يعني اكيد الناس كلها بتقول لك هو كلهم بيقولوا لي يعني القرص والمطرقه والجله بيبقوا اجسام قويه، بس ما شاء الله واضح ان انت عندك التكنيك والسرعه عاليه. الحمد لله. طيب يعني نفس الكلام شاهد، تقول ايه لباباك ومامتك؟ بشكرهم قوي على وقوفهم جنبي، وان هم دايما بيدعموني للاحسن وعايزيني اكون احسن، ومن صغري هم في ظهري الصراحه في حوار الرياضه عامه، ما سابونيش خالص ولا لحظه، فبشكرهم جدا. طب وانت ليك اخوات يا شاهد؟ اخ بيلعبوا لعبوا بيلعب هاندبول. هاندبول. هاندبول والالعاب القوى اولاد عمي كده. وهنا لهنا يعني. طب خلينا نقول ان هو ليه العاب القوى؟ مين اللي وجهك لالعاب القوى؟ صدفه. ازاي؟ هو الاختبارات دي انا كنت بتمرن جمباز، وبعدها فجاه كده ما كانتش الدنيا احسن حاجه في الجمباز ساعتها، ما كانوش ليه اهميه يعني، وانا بزهق على طول، بحب اجرب لعب جديده وكده. بس فحسيت ان العاب القوى دي لعبه مختلفه، وبالذات الزانه حسيتها ما فيش بنات كتير خالص في مصر بتلعب زانه اصلا. انا طب انت كل فرحان انت لعبت؟ لا فرحان الصراحه. بعد الذهب طبعا ما لازم الميداليات تبقى فرحان. يعني لما ما كناش جبنا الذهب كان ممكن الاجابه تتغير. ايوه انت فاهمه طبعا، ولكن بعد الذهب اكيد. طيب نفسك فيه؟ نفسي الفتره الجايه اتاهل بطولات كتيره الصراحه، افريقيا وبطوله عالم، في بطوله عالم تحت 20 سنه. جبت الرقم العالمي ولا لسه؟ لا لسه. قدامك قد ايه؟ انا رقمي 3 اصلا 55، ورقم التاهيلي 4 5.
4-5. طب مش بعيد على فكره، يعني انت بنتكلم في 50 سنتي تقدري تجيبيهم ان شاء الله. عايزه تمرين. ها طب انت بالنسبه لك يا مرام نفس الكلام، ايه الرقم العالمي كام؟ الرقم مش متذكره قوي، بس هو يعني لا مش قريب قوي، بس يعني ان شاء الله احنا قدها. 16 سنه ان شاء الله، لسه لسه صغيره، لسه بدري. الحماس اللي عندكم ده عاجبني، ان انت بتقول لا نقدر. نقدر طبعا. يعني لسه ما شاء الله صغيره، يعني انت عندك يمكن 3 سنين تجين في الرقم ده ولا سنتين. لسه بدري. طب انت نفسك في ايه بقى؟ طموحاتك ايه؟ ان شاء الله على طول على الاولمبياد ان شاء الله. ان شاء الله تجيب لنا ميداليه ان شاء الله، احتفل بيك كده. بس اوعي تجيبي ميداليه وتنسينا هنا في قناه الاهلي. لا طبعا اوعي، اهلي رقم واحد بس. ولا انت شادي تجيبي ميداليه؟ لا لا، بعد كده يجي نكلمك وتقول اصل مش فاضيه وكده. لا طبعا اوعي، احنا بنسمع الكلام ده كتير. النادي الاهلي هو رقم واحد. طيب هنتكلم مع كابتن ياسر داوود رئيس الجهاز، وهو اب ليكم كلكم طبعا. والحقيقه عمره ما جه معايا هنا، الحقيقه هو ضيف دائم معايا الحقيقه، لان انا عارف قد ايه المجهود اللي بيبذله، وبيدعمكم بشكل كبير، وبيتكلم عنكم بشكل جيد جدا، وكان متابعكم وكان فرحان بيكم طبعا. يعني شايفه مسندته ليكم ازاي؟ شايفه وجوده معاكم بقى رئيس الجهاز بيفيدكم في ايه؟ كابتن ياسر هو بالنسبه لنا اب فعلا بمعنى الكلمه، بيدعمنا على طول، ولو في اي اصابه يكلمني على طول، ويعني واقف معانا. طب لما حصل وشككوا فيكي ان انت بتروحي صغيره، وازاي تروح بطول عربيه وهي صغيره، هو كان رايه ايه؟ اتكلم معاكي قال لك ايه؟ هو اتكلم مع كابتن ياسر الصراحه، بس يعني كان شايف ان انا يعني لسه هو كان حقي اروح، بس شايف ان انا لسه صغيره، فقدامي فرص اكبر. ما تزعليش قدامي لسه. جت ما جاتش ما جاتش. طب نفس الكلام يا شاهد، يعني كابتن ياسر داوود علاقتك معاه ازاي؟ بيدعمك ازاي؟ كلامك معاه بيبقى ازاي؟ خاصه رئيس جهازه وبيتابع كل منافساتكم. هي زي ما قالت اول حاجه، هو اب لينا كلنا فعلا. مثلا هو الصراحه بيوفر لنا كل حاجه احنا محتاجينها، يعني مثلا في لعبتي بيوفر لنا الزنات، مكان حلو نتمرن فيه، مركز اولمبي بنتمرن هناك. اي حد بيكون عنده اي حاجه مش بيتاخر عليه، بيفضل معاه، وزي ما قالت ان هو بيكلمنا على طول في اي اصابه، لو حد محتاج حاجه، فاحنا بنشكره جدا الصراحه. قوي. طب قولي يا شاهد، انت بتدرسي ايه؟ لا انا لسه في ثانيه ثانوي. بجد ما شاء الله، يعني خلاص كلها سنه في الجامعه ان شاء الله. كلها سنه وتبقي الجامعه. طب انت في العادي تمرينك كام ساعه؟ يعني انت اتمرن ساعه نص ساعه ساعتين واروح عشان بقى اخرج مع اصحابي، انت تمرني كام ساعه؟ بنتمرن من ساعتين ونص لثلاث ساعات كده. ما شاء الله ده كتير. طب انت ناسيه طبعا كل حاجه في حياتك، هو التمرين ومذاكره. تمرين ومذاكره وبس. صح مش كده؟ طب زعلانه لده؟ عشان بشوف فرحتي لما بكون واقفه على منصه التتويج واخد ميداليه، بنسى اي تعب الصراحه انا تعبت، وبكون فرحانه بده، بحس انها مختلفه عن اي حد. برافو عليك، مختلف. طب تقولي ايه للبنات اللي مثلا مش عايزين يلعبوا رياضه؟ مثلا اهاليهم باباهم ومامتهم بيوديهم يلعبوا رياضه ويقول لك لا مش عايز العب، تقولي لهم ايه؟ تشجعيهم بايه؟ ان هم يجربوا يحاولوا، حتى لو فشلوا في مره واثنين وثلاثه هيقوموا تاني وهيكونوا احسن وهينجحوا في الحاجه دي طالما بيحاولوا فيها، فان هم ما يقاسوش خالص ويفضلوا عندهم امل وحلم، وان شاء الله هيحققوا كل اللي هم بيحلموا بيه. برافو عليك. طب مرام اكلمك نفس الكلام، يعني انت بتمرني كام ساعه؟ من 3 لـ 4 في اليوم. ما شاء الله. طب المشوار من البيت على لغايه الملعب كبير بالنسبه لك؟ لا قريب، انا ساكنه في حدائق القبه وبتمرن في استاد القاهره. طب بتحسي بزهق من 3 ساعات؟ لا ولا بيعدي كده؟ لا خالص، بحس باستمتاع، حاجه بحبها، ف مش بزهق طبعا، مش متضايقه. ايوه طبعا. طب والتمرين ده بيبقى في التراك في بترمي كل الوقت ولا في جيم؟ لا برمي وفي جيم وفي فتنس كل حاجه في 3 ساعات دول. يعني ممكن، لا ممكن يوم مثلا فتنس ويوم جيم يوم رمي، على حسب كابتن ياسر يعني. طيب وتحب تقول ايه زي شهد ما قالت للبنات اللي بيبقوا مثلا يقول لك لا انا مش عايز اروح ومش عايز العب رياضه، لا الرياضه دي عنيفه، انا تقول لهم ايه؟ اللي تشجعيهم بايه؟ اشجعهم ان هم لازم يجربوا قبل ما يحكموا على حاجه، يعني لازم يجربوا ويحاولوا مره واثنين وثلاثه، ما يخافوش من الفشل. ما يخافوش من الفشل طبعا. طب ايه اللي ممتع؟ يعني انت شايفه ايه الممتع في الرياضه؟ ايه اللي حلو في الرياضه؟ كل حلو. كل ادينا حاجتين ثلاثه كده في الرياضه تشجعي بيهم ويتفرجوا عليها. احساس ان ليك قيمه كده وسط الناس، يعني موضوع حلو. حلو، ليك قيمه. ليك قيمه فعلا. على قد سنك الصغير، بس انت كنت كلمه صح، ليك قيمه. صح يا شاهد؟ قيمتك في اللي انت بتعمله. ايوه. انا بطله، انا قاعد معايا ابطال. فرحتك بنفسك. مين عنده 16 سنه واخد ذهب في مصر في لعبه زي دي؟ مين عنده 18 سنه واخد ميداليتين بطوله عربيه؟ يعني تحس بقيمتك.
شايف ان دي اهم حاجه في الرياضه ولا في حاجه تانية؟ في حاجه الرياضه كلها مهمه. لا قولي لي غير القيمه كمان. غير القيمه ثقه بالنفس. برافو عليك، ثقه بالنفس صح، ثقه بالنفس بتعلي ثقتك بنفسك جدا. ايوه وصحتك. ايوه تبقى وتظبيط مواعيد اليوم، تظبيط المذاكره كمان. مكاسب، مكاسب كتير. أيوه. كتير كتير. اللي ما بيلعبش رياضه لازم يلعب رياضه. أيوه. لازم يروح يلعب رياضه. انا بشكركم يعني شكرا جزيلا، نورتينا جدا، انا استمتعت جدا بكلامكم. شكرا، بشكرك يا مرام والف مليون مبروك. الله يبارك في حضرتك. شهد بشكرك. شكرا محمد، نورتينا وشرفتينا، وان شاء الله نتابعكم في مجالكم كلها ان شاء الله. ان شاء الله. اعزائي المشاهدين، ده كان لقائنا النهارده مع لاعبي الكوره. حطينا قدام حضراتكم حجم التحدي اللي هم يعني بيتحملوه وبيواجهوه عشان يكونوا ابطال. انتظرونا في حلقه جديده من برنامج الابطال، وبشكركم شكرا جزيلا على حسن المتابعه.